علاقات مصر بتستغلها دائما من اجل تحقيق الاستقرار، من اجل يعني اعلان وعوده الحقوق لاهلها، من اجل الرخاء، التنميه، من اجل ايصال الرؤيه المصريه والاراده المصريه والى الكل وفي كل المحافل، باعتبار ان الدنمارك عضو مهم في الاتحاد الاوروبي، باعتبار ان الدنمارك ستكون عضو غير دائم في مجلس الامن، باعتبار يعني هذه العلاقات الوثيقه بالفعل كما اوضح وزير الخارجيه، انه يعني هناك شركات دنماركيه ولها استثمارات كبيره وبتتوسع هذه الاستثمارات في مصر في كل المجالات والقطاعات، مستغله البنيه التحتيه، مستغله شبكه الطرق، مستغله الموقع الجغرافي، مستغله التسهيلات والتيسيرات التي قدمتها الدوله المصريه لكل الاستثمارات الاجنبيه. فكل ده اكيد له مردوده عندما يلتقي وزير الخارجيه المصري مع الدنماركي، فتصور انه بيتطرق الى ده ويتطرق الى كيف ان مصر يعني منعت الهجره غير الشرعيه الى اوروبا، تمام. وكيف ان مصر تقدم كل التسهيلات للشركات الدنماركيه والاوروبيه بشكل عام، وكل شركات اجنبيه تسعى الى توسيع هذه الاستثمارات، وتصور انه بتبقى في فرصه، لانه في حديث عن مصر وما تقدمه وما تريده، وأنها تريد الاستقرار ولا تريد جرجرة وتصعيد الأمر إلى حرب إقليمية كما يريد نتنياهو.